هبشت قانوني بيديا، خرجت لي مالكه قالت لي مالك يا هاد الوليه ترمي عليا دموعك بالوقيه. قلت ليها ما بغيت لا طيب ولا سبنيه، بغيت فلان ولد فلانه في حجري وبين يديا. حبيبك او راجلك ما تديهاش فيك، بارد من جهتك، غضبان عليك، عليك بالبيضه المدفونه اللي عتهيجوا عليك وعتزيد المحبه والجلب بيناتكم. خدمه سهله والنتيجه عتصدمكم البنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم مزيانة؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال يا رب. معاكم كيف العادة حبيبتكم أختكم ربيعة في فيديو جديد، وكيف ما تعودتوا معايا دائما تنجيب لكم الجديد والمفيد. واليوم إن شاء الله البنات في هذا الفيديو جبت لكم هاد الخدمة، هذه خدمة غزالة، خدمة ديال الصح صحيح، والله العظيم البنات غادي تشوفوا واحد النتيجة اللي عتبهركم. بالنسبة للراجل أو الحبيب، هاد الخدمة هادي تديريها للزوج ديالك أو الحبيب ديالك اللي بارد من جهتك، اللي متديهاش فيك، اللي ما مسوقش ليك، اللي عطي ودنو على برا، اللي غضبان عليك، منفخ، اللي بعيد وما تتصلش، هادي عتطوعو وعتهيجو وعتخليه يحماق ويتسطع عليك. وحتى راجلك الا كان معاك مزيان او حبيبك ما فيها باس تزودي المحبه وتزيدي المحبه والتهيج. وصفه سهله وما فيها حتى شي حاجه اللي صعيبه. تبعوا معايا البنات الفيديو من الاول حتى الاخير، انا نطبق الوصفه قدامكم باش ديروها بالطريقه الصحيحه ديالها. قبل ما نبدا الوصفه البنات، الا جات على خاطركم ديروا لايك للفيديو، اللايكات البنات هما اللي تيشجعوني تيحفزوني تنعرفكم انكم مهتمين بالوصفات اللي تنزل ليكم. وبلا ما نطول عليكم البنات نبداو الوصفه ديالنا ديال اليوم. فشنو هي البنات المكونات اللي غنحتاجو لهاد البيضه، كنسميوها البيضه المدفونه؟ شنو تنحتاجو ليها البنات؟ تنحتاجو البيضه، بيضة من الأحسن البنات تكون بلدية، البنات اللي عندهم بيضة بلدية خدموا بها من الأحسن، إلا ما عندكمش ديروا بيضة رومية. بالنسبة للبيضة البنات ما تكونش داخلة الثلاجة من قبل، كيف تنقول لكم دائما الخدمة ديال البيض ما تكونش البيضة في الثلاجة، لأنها إلا دخلت للثلاجة ما تتبقاش صالحة للخدمة، لأن البيضة كتكون فيها واحد الروح وواحد الطاقة، هذيك هي اللي محتاجين ليها حنا باش تنجح لينا الوصفة. فما خصش البيضه تكون داخله الثلاجه، وما تكونش البنات البيضه مشقوقه، ما تكون فيها حتى شي شقه ولا شي شعره، تكون بيضه طريه مزيانه ما مشقوقاش. ثاني حاجه تنحتاجوا ليها البنات هو قلم اسود بحال هكا، قلم كحل، هذا النوع هذا البنات ديال الفطر، قلم اسود باش تكتبوا به، راه موجود هذا القلم هذا في المكتبات بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش، راه موجود. والصوره ديال الشخص اللي غديروا ليه الخدمه، الصوره تكون صغيره ولا كبيره ماشي مشكل، اللي عندكم الصوره ديال الزوج او ديال الحبيب، قلم اسود والبيضه وبابي الومنيوم، طرف ديال بابي الومنيوم فاش نلويو هاد البيضه. هادو هما المكونات البنات كاملين اللي غنحتاجو ليهم. شنو اول حاجه تنديروها البنات؟ تاخذوا البيضه ديالكم وتتكتبوا فيها هاد العزيمه، هاد العزيمه تنكتبوها في البيضه بهاد الطريقه. الطريقه البنات تتكون دائريه على البيضه، تنبقاو غاديين دايرين بالكتابه بحال هكا، تتكتبوا هبشت كانوني بيدية، خرجت ليا مالكه قالت لي مالكي يا هاد الولية، ترمي ليا دموعك بالوقية. قلت ليها ما بغيت لا قطيب ولا سبنية،
بغيت فلان ولد فلانة في حجري وبين يدي، أنا فلانة بنت فلانة. هادشي كامل البنات غتكتبوه في البيضة. بالنسبة لهاد العزيمة غنخليها لكم في صندوق الوصف. نعاود نقراها لكم البنات. غتكتبوا في البيضة بطريقة دائرية: هبشت كانوني بيدي، خرجت ليا مالكة قالت لي مالكي يا هاد الولية، ترمي عليا دموعك بالوقية، قلت ليها ما بغيت لا قطيب ولا سبنية، بغيت فلان ولد فلانة في حجري وبين يدي، أنا فلانة بنت فلانة. يعني هذه هي العزيمة اللي كتكتبوا في البيضة. بعد ما تنسالي والبنات الكتابة ديال العزيمة، شنو تاني حاجة تنديروها؟ تجيبوا الصورة وتجيبوا طرف ديال بابي ألمينيو باش غادي نلفوا فيه البيضة ديالنا. هذه خدمة غزالة البنات، غزالة غزالة بالنسبة للبنات اللي ما عندهمش الخرقة، البنات اللي ما عندهمش كيفاش يديروا الخدمة ديال الشمع. ديروا هاد البيضة البنات وغتهنيكم البنات منه. غتاخدوا الصورة بهاد الطريقة وديروها مع البيضة، تخشيوها مع البيضة، الوجه ديال الصورة يكون عند البيضة. إذا كانت الصورة كبيرة لفوها على البيضة، تكون على الوجه ديالها ولفوها على البيضة. مفهومة البنات؟ صورة كبيرة أو صغيرة ماشي مشكل، المهم أنكم تدخلوها مع هاد البيضة في وسط البابي ألمنيوم. تديروها بالطريقة هذه، هذا هو الوجه ديال الصورة. تنديروا لها بحال هكا وتناخدوها وتنلفوا بحال هكا البنات. بحال هكا البنات تديروا لهاد الخدمة هذه. من بعد ما تلفوها مزيان في البابي ألمنيوم، شنو تنديروا البنات؟ تتشعلوا المجمر ديالكم. المجمر البنات يكون عامر مزيان بالفاخر ويكون زاند مزيان بالفاخر، وتدخلوا هاد البيضة وسطو تدفنوها وسط المجمر. هادشي علاش كنسميوها البيضة المدفونة، يعني تكون مدفونة ما تبقاش تبان ليكم من الفوق. البنات دخلوا البيضة، تفرشوا ليها الجمر وتغطيوها بالجمر، يعني تكون وسط الجمر والجمر يكون شاعل مزيان، وتغطيوها وتخليوها ترطق وسط هذيك وسط العافية وطيب مزيان البنات. هاد البيضة هادي تتبغي طيب مزيان. ملي تحسوا بهذاك الجمر بدا تيقلال وبدا تيهبى، زيدوا عليها الجمر واحد اخر، زيدوا الفاخرة البنات وخليوها، شعلوا عليها مزيان. هاد الخدمة هادي البنات تديروها لمدة 3 ايام. تتعاودوها، ماشي تتعاودوها ولكن تبقاو تزيدوا الجمر وتتخليوها هي نفسها تطيب لمدة 3 ايام، ما يطفاش عليها المجمر. مفهوم عليا البنات؟ ما تخليوش هذيك العافية تطفى في مرة لمدة 3 ايام. بالنسبة للبنات اللي عندهم العلاقة متوترة، او الحبيب ديالهم او الزوج ديالهم غضبان عليهم او بعيد بزاف او ما تيتصلش في مرة، يعني العلاقة مرة متوترة مع الزوج او مفارقين، يمكن لكم ديروها 7 ايام البنات. بقاو تزيدوا عليها الجمر لمدة 7 ايام. صافي البنات، ملي كطيب وتتحرق لمدة 3 ايام او مدة 7 ايام على حسب العلاقة ديالكم مع الشخص، تتاخدوا داك الرماد وتديوه لشي جريدة وغادي تشوفوا الجلب، وغادي تشوفوا كيفاش غادي يولي معاكم الزوج ديالكم او الحبيب ديالكم. وبالنسبة البنات، المجمر اللي عتخدموا فيه ما تكونوش خادمين فيه تفوسيخة، ماشي غير هاد الوصفة، جميع الوصفات ديال المحبة او الخرقة عتخدموها في شي مجمر، هاد المجمر هذا ما تكونوش تديروا فيه تفوسيخة. مفهوم عليا البنات؟ ولا من الاحسن خودوا مجمر جديد وخدموا فيه الوصفة ديالكم. مفهوم عليا البنات؟ وبالنسبة للبنات اللي يقولوا لي عنديروها في البوطة، هاد الوصفة البنات، هاد البيضة بالضبط ما تدارش البنات في البوطة، هاد البيضة تدار فقط في المجمر، والمجمر يكون عامر بالجمر.
يكون زاند هذه كتسمى البيضة المدفونة، لأننا تندفنوها وسط الرماد وتنخليوها تحرق. الرماد كيف قلت لكم يمشي لشي جريدة. بالنسبة للعزيمة اللي غتكتبوا غتلقاوها في صندوق الوصف.